كابتن نهلة، كابتن الفريق. لازم نبدا بكابتن الفريق. لازم نبدا بكابتن طبعا. بروتوكول معروف. وليه بقى كلميني عن اللحظات الحلوه دي اللي عشتوها لحد ما، يعني طبعا مشوار صعب برضو بس اسعدتوا الجماهير في النهايه كابتن. الحمد لله طبعا، يعني احنا دايما يعني بنبقى دايما داخلين على البطوله ان احنا نفوز بيها، والحمد لله احنا عملنا نتائج كويسه جدا، ان احنا طول البطوله احنا ما خسرناش نقطه، يعني احنا حققنا العلامه كامله، يمكن حسمنا الدوري كمان بدري شويه كتير. الحمد لله، يعني السيزون ده اصلا كان اصعب من اي سيزون تاني بسبب التوقف اللي حصل بسبب ازمه كورونا، فالموضوع شويه كان راجعين الموضوع صعب مش زي كل مره، وبالذات ان احنا قعدنا فتره طويله جدا، عمرنا ما يعني بتبقى صعب على اي رياضي ان هو يقعد اكتر من 3 شهور. القعده دي الطويله دي طبعا. فدي كانت مشكله، بس طبعا كنا متابعين يعني في البيت، الفرقه اتعاملت بشكل احترافي شويه ان هم ازاي يقدروا يحافظوا على الفتنس بتاعهم علشان نقدر نرجع تاني لجو الماتشات، والحمد لله يعني قدرنا نرجع ونخلص السيزون الدوري والكاس بشكل كويس جدا الحمد لله. الارقام اللي سمعتها واضح ان يعني طبعا تعبت وكان سيزون طويل قوي، لكن ارقام فعلا انا اتخضيت. انتوا بتلعبوا 22 مباراه تقريبا ما بتخسروش بستة ما شاء الله، يعني ما بقولش انت خلاص خدت البطوله، بقول ما شاء الله علشان اللي جاي ما شاء الله. وبتتكلموا خسرتوا بس 4 اشواط، وفي الكاس ما شاء الله ما خسرتوش ولا ماتش، فالارقام دي بتدل ان في فروقات.